هناك مجموعة من العبارات لابد أن نقف عندها بشكل دقيق. الحقيقة يعني مجموعة من العبارات جاءت على لسان الرئيس هنا في جدة، وأختار منها مجموعة قصيرة. عندما قال الرئيس عن حق الشعوب وحقوق الأمة في أن تسأل وتتساءل، حيث قال الرئيس: وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات، وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وآفاق تسويتها. هنا الرئيس بيتحدث عن حق الشعوب وحق الأمم في أن تسأل وتتساءل عن الأدوات في يد الحكام، كيف يمكن أن نستخدم هذه الأدوات ونستحدث أدوات جديدة للوصول إلى حلول حقيقية للمشاكل الموجودة في المنطقة. وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات، وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وآفاق تسوياتها. أيضا تحدث الرئيس عن اللاجئين وعن النازحين وعن العبث بمفهوم الدولة الوطنية، وقال: فلم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل. هنا بيضع الرئيس أيضا صورة واضحة أمام القادة وأمام العالم كله بأنه هذه المنطقة لا تستحق ما هي فيه، هذه المنطقة تستحق أفضل كثيرا مما هي فيه، لأنه لا يمكن لدولة أو لمجموعة دول أو لمنطقة كانت باعثة للحضارة أن تعيش في هذا الوضع المزري أو تصدر نازحين ومهاجرين إلى باقي دول العالم. فلم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل. رئيس عن تجربة مصر في كدولة ملهمة للسلام، حيث قال: إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دوما خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته وفرضته وحفظته، وحملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر. إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دوما خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته وفرضته وحفظته وحملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر وقبوله. وكانت أقوى هذه العبارات قاطبة، وكانت رسالة لكل أبناء الإقليم، أبناء الدول العربية، خرجت بكلمات دقيقة أراها هي لوحة مرسومة يجب أن ننتبه إلى مفرداتها وإلى كلماتها، جاءت كما يلي: لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمتنا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل. كلمات قوية ودقيقة بتعيد الأذهان استراتيجية الخطوط الحمراء أو دبلوماسية الخطوط الحمراء، وبأننا قادرون على حماية المصالح والأمن القومي العربي. إنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وإننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل. ثم تطرق الرئيس إلى حزمة من المشكلات التي تجابه المنطقة، خاصة الأمن المائي، وهو ما يشغل شعبي وادي النيل في مصر والسودان، ويشغل أيضا بلاد الشام في سوريا والعراق ولبنان، حيث قال: فيما يتعلق بالأمن المائي فمن الأهمية تحديد وتجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي
الخاصة بالانهار الدولية، بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصب. أما فيما يتعلق بالأمن المائي فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية، بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلول دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شريان الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصب.